أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاء سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.
وأولئك